ثقافة العملات النقدية ما بين الورقية والمعدنية، نشوف هذا التقرير. ما بين الورقة النقدية والعملة المعدنية ثقافة ادخار مجهولة الهوية، فتلك القطعة الصلبة مفقودة بين مقاعد السيارات وحقائب مهجورة وقطع أخرى متناثرة هنا وهناك. ولكن هل فكرت يوما كيف سيكون الحال إذا ادخرت العملات المعدنية كحال النقود؟ هذا ما سيخبره لنا خبراء الاقتصاد. في حديثنا في هذه الفقرة راح نتكلم عن ثقافة جمع الهلالات ومدى تأثيرها على اقتصاد الفرد والأسرة، ورحب بضيفي في الاستوديو بالأستاذ ناصر القرعاوي محلل اقتصادي. حياك الله أستاذ ناصر. حياكم الله جميعا، أهلا بك. طبعا يعني هي هللة، فلو تكلمي أنه في البداية تشرح لنا إيش هو مفهوم القيمة المادية بالأساس. بسم الله الرحمن الرحيم. في منذ نشأة الإنسان وهو يتعامل ب القيمة النقدية، سواء كانت بما تطورت إليه في العونة الأخيرة أو ما كان يعمل في ذلك الوقت بأدوات بدائية. تمام. بالنسبة للمملكة، الطرح السادس أو الفئة السادسة تضمنت إضافة أو تركيز على إضافة القيمة السادسة من العملة، وهي الريالين وريال ونص ريال وربع ريال. تمام. لأن هناك خدمات أخرى ستكون قادمة يتطلب الأمر وجودها، مثل موقف سيارات، مثل ركوب القطارات، أشياء كثيرة جدا في الحياة العامة. فبالتالي بدأت مؤسسة النقد في إصدار هذه الفئة، وهي من الفئات التي تعتبر العملة السعودية بشكل عام تعتبر سادس عملة في العالم من حيث الجودة ومن حيث ضمان سلامة استخدامها. في العملة المعدنية بالتأكيد الريال الورقي سيختفي. نعم سيختفي في حدود تقريبا في حدود سنة من الآن، لأنها بدأت مؤسسة النقد طرحت الريال المعدني والريالين ومشتقاتها. صحيح. هذه الأربع الفئات بالتأكيد قيمتها الاقتصادية أو قيمتها المادية هي لمصلحة المتعامل من المواطنين، وحتى أيضا من القطاعات المعنية بالتعامل بها، لأنها كانت في الأول لا ينظرون إليها لأن لها قيمة فبالتالي تترك. صحيح. وأحد المتاجر في المملكة كان تترك هذه النسبة أو الشريحة من العملة، لكنها كونت في آخر العام أكثر من مليون ريال. بالضبط. فبالتالي هنا يكون الأمر أننا في هذا الطرح لأهمية المرحلة القادمة التي ستنشأ منها الفائدة، بالإضافة إلى أن المرأة والطفل هم المعنيين في استخدامها أكثر. نحن ننظر إذا ذهبنا إلى الدول المتقدمة نجد أن هذه العملة متوفرة ومتواجدة، وإذا عدنا إلى المملكة وجدنا أن في حقائبنا أو في جيوبنا نماذج من ذلك. أنا كنت حابة كمان أسألك، يعني حضرتك قلت أنه فاجأتني أنه خلال سنة احتمال تختفي العملة الورقية، لكن كنت أبغى أسألك عن ثقافة جمع الهلالات. يعني كثير بنشوفها متناثرة أحيانا ما بين مقاعد السيارة أو في الشنط أو في الأدراج، ليش ما نقدر نعمل طريقة يعني نوعي فيها الناس كيف نجمع الهلالات وقد إيش هي تفرق على اقتصاد الشخص أو مدخوله؟ سؤال جيد جدا حقيقة، وهذا من ضمن الأهداف التي طرحت فيها فكرة تداول العملة المعدنية. الريال بالتأكيد عمره الافتراضي عالميا وفي المملكة من ضمن هذه الدول العشر الرئيسية، لأن المملكة من الدول العشر الأولى في العالم من حيث العملة، من حيث أمانها وجودتها، لأنها تطبع العملة السعودية في أكثر من دولة.
وعلامات الأمن فيها عالية جدا وسلامتها، فبالتالي الريال الورقي عمره الافتراضي قليل جدا. صح صح. يعني بينما العملة المعدنية عمرها من 30 إلى 35 سنة. فهنا الهدر في عملية أن الريال الورقي يعني يعمل طباعة بكثرة فهو مكلف للدولة. بالإضافة أيضا إلى أن الخدمات التي ستأتي ستخرج الريال الورقي. القيمة الاقتصادية الحقيقية هي كيف ننشأ أو نوجد لنا في المملكة قيمة اقتصادية مع الادخار. نعلم الأطفال من المدرسة، الأم تعلم الأبناء، والأم هي أكثر من سيستفيد وسيرسخ قيمة الادخار من خلال حقيبتها حينما تكون فيها كثير من هذه العملات في حقيبتها. هي بتوصل إلى مرحلة تثقيف أبنائها وتثقيف نفسها، لأن المرأة هي الأساس في الاقتصاد في بداية تكوينها كفكر أو كثقافة أو كسلوك. إنما الأمر في هذا الجانب القيمة الاقتصادية الحقيقية هي في دورة رأس المال. لا أتصور أنه سيكون هناك هدر للقيمات القيمة المادية لها. لأن كنا في الأول إذا اشتريت من أي يعني بقالة أو أي مكان بقي لك نصف ريال يعطيك علبة حلك أو يعطيك أو أحيانا ينسونها. لكن الآن لا، والعملة الآن شكلها حينما تم وضع الدراسة لها والتحليل النفسي. أيه. لأنه أيضا العملة لها لأنك تتعامل معها بشغف. أيه. فبالتالي أيضا أخذت الاعتبارات من أهم خمس عملات في العالم. أيه. من حيث الشكل، من حيث المضمون، من حيث يعني وزنها، من حيث المعدن نفسه أنه ما يكون فيه ضرر صحي على الإنسان. يا أستاذ ناصر، يعني هي مثلا الريال سهل ورقة تحطها في جيبك، بس العملة المعدنية ثقيلة، يعني بعض الأحيان تسبب ثقل في الشنط. هذه يعني معايير دولية. يعني ننظر إذا حينما نذهب إلى دول متقدمة ونتعامل مع خدماتها سواء كانت في النقل العام أو في بعض من الخدمات، لأنها أيضا تدخل عبر قنوات أو عبر أجهزة إلكترونية، فتحتاج إلى أيضا يكون هناك معيار، ولذلك حتى أخذ في وزنها بالمعيار الدولي. المعايير الدولية، نحن في المملكة العربية السعودية يعني المملكة تحتفظ بـ أو تطبق أعلى معايير السلامة وأعلى معايير التعامل في النقد. ونحن ننظر أيضا أنه بعد إطلاقها في هذا العام أنه سيكون هناك برامج مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمدارس، فيما يتعلق أيضا مع أصحاب الشركات التجارية مثل المولات، مثل السوبر ماركت، خلق ثقافة، خلق وعي. لكن يظل الأمر أكثر وعيا هو من خلال المدارس. أكيد. هو أهم شيء السوبر ماركت يا أستاذ ناصر بصراحة. يعني ما عندنا الثقافة دي في السوبر ماركت. نحن مكملين معك أستاذ ناصر، لكن نطلع فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم من جديد مع الأستاذ ناصر القرعة وثقافة الهلل. طيب أستاذ ناصر، العديد من المحلات التجارية عندنا وتحديدا في السوبر ماركت أحيانا تروح تدفع يجيك مثلا الحساب 250.85، يعني اللي يكون باقي مثلا 15 هللة. اللي في السوبر ماركت يعمل نفسه ميت ولا يرجع لك ال 15 هللة، وانت تعطي له الريال وما يرجع لك هو. أنا لو انحطيت في الموقف ده كيف ممكن أتعامل مع صاحب السوبر ماركت؟ أعطيله مثلا 251 ولا أعطيله 250 هو يدبر أمره في 85 هللة؟ من الواضح بالنسبة لنا في المملكة أنه حتى هذه اللحظة القليل جدا ممن يطبق عملية الشراء الإلكتروني. صحيح. لأن الشاشة بتعطيك كم المطلوب منك مثلا. حتى لو، ولكن أيضا هناك مرحلة أخرى مكملة في هذا السياق، أنه بالإمكان التعامل من خلال بطاقة الصراف. طيب. التي ستحسم هذا الأمر. أكيد. نعم. لكن الغالبية من البقالات الصغيرة أو السوبر ماركت الصغير استمروا الفترة الماضية أنه لم يكن هناك من يطالب الربع ريال أو النص ريال، يرى أنها تعتبر من الأشياء القليلة جدا ولا ينظر إليها، بينما هي تشكل له رصيد كبير جدا في آخر الأمر. الآن لا،
الأمر اختلف. من حق المواطن أن يحصل على أي مبلغ لو خمس هللات، لو خمس هللات مزبوط. حتى أيضا السؤال الذي طرح من الأخت الكريمة فيما يتعلق ب وزن الوزن والعدد، لا يجوز لصاحب منشأة تجارية أو تعامل من المواطن مع أي هذه الجهة أن يعطيه أكثر من ريالين، لأنه واحد أحد العملات ريالين، لا يعطيه أكثر من ريالين في ذلك، يعطيه بعد ذلك من العملات الأخرى من العملات الخمسة والعشرة، فبالتالي يعطيه ممكن يعطيه ريالين والريال الثالث ريالين أم بريالين وريال نص. فهنا حالة القبول والرفض متاحة للمواطن، هي في يد المواطن أكثر مما هي لدى البائع، وهذا الأمر هو الذي سيؤدي إلى احترام الهللة. الهللة تبدأ مثل قطرة الماء أو المطر، يبدأ بقطرات ثم تأتي، وهنا يأتي دور التثقيف. بالضبط يعني. علينا أن نثقف أبنائنا ونثقف أنفسنا، يعني خاصة النساء، والحديث ليس لا يخص النساء يعني فصلا عن هذا، لا، لأن المرأة هي أكثر أولا حقيبتها بيد الرجل، لا يستطيع أن يشيل في جيبه مبلغ من عدد كبير أو كمية كبيرة، ولكن المرأة تستطيع بهذا الأمر أن يتولد لديها ولد أبنائها وازع الادخار. ونحن نريد أن نعلم أنفسنا حتى أنفسنا الادخار، التعامل بالقيمة الاقتصادية الأقل هي اللي توفر لي في آخر السنة أو في آخر الأمر قيمة أو عائد أفضل من الادخار. يعني مضبوط أستاذ ناصر، مو بس كمان تعلمنا الادخار، كمان ثقافة التعامل بالعملات النقدية، خصوصا الآن بعد فرض الضريبة القيمة المضافة. زمان ما كان في موجود أن عندنا فاصلة ونص وفاصلة 25، لأنه كان كل شيء بريال وبريالين، ما كان في غالبا فواصل. اليوم كل السلعة وأي شيء تشتريه لازم يكون في فاصلة 25 أو 50 وكذا. قد إيش مهم إنه السيدة تحرص أنها تحمل في شنطتها أو حقيبتها شنطة مخصصة للهلل، وتتعامل مع المحلات بهذا الهلل، يعني ثقافة التعامل بال 25 وال 50 هللة، وخلاص ويصبح جزء من تعاملنا اليومي والاعتيادي. مؤسسة النقد حسب ما لدي من معلومة لديها علاقة قوية مع البنوك في هذا الأمر، مثل ما بين يديك الآن ستقوم البنوك بوضع نماذج من هذه، تعتبرها نوعا من الدعاية لها أو لعملائها، بالإضافة إلى المحلات التجارية الرئيسية، لأن هذا شيء من التسويق لها. لكن بالتأكيد ما هناك من سبب يدعو إلى أننا نهمل حقنا في التعامل في مثل هذا الأمر. هي قيمة يعني زيها زي الورقة. يعني أنا أتصور مثل ما أنا شخصياً بتعامل، هذه حقيبتي يعني الخاصة، وبتعامل بال 25 بأعطي 5، بألاحظ نظرات استغراب، ما أنكر. خدي قيمتها المعنوية عندك أنت الآن وأنت تتعاملين معها، لها قيمة معنوية جداً ولها بالفعل، يعني بحس إنها لما بيقول لي ريال و25 بأدفع الريال اللي هو ذا، وبأدفع ال 25 هذا هو. صحيح اني بلاقي نظرات استغراب، بس انه خلاص يعني اتوقع انه هذا جزء من تعاملي. يعني الان ما عندي ترى على فكره استاذ ناصر ولا شيء من دي الهلله، مع انك الان حريصه على الوعي الاقتصادي عندك عالي جدا، ولذلك ترى ايضا هذه من سمات العقل الراجح ان يكون حفاظه على امواله وعلى تصرفات حتى اطفاله، ان يكون ايضا بقيمه اقتصاديه. صحيح. لان كل شيء له قيمه، والقيمه ليست فقط في الماديات لكنها ايضا في القيمه المعنويه. ما سيحدث مع العمله النقديه المعدنيه سيحدث لنا نقله نوعيه كبيره جدا في التعامل مع النقد وفي التعامل مع الخدمات، لان سياتي قريبا خلال سنتين بالكثير سيضطر الشخص أن يكون في جيبه أو في حقيبته كمية من مثل هذه العملات، لأنه حتى في أيضا في القطارات سيكون هناك البطاقات بالتعامل بالعملات أو مواقف السيارة، وهذا أمر يحدث لنا نقلة نوعية كبيرة جدا، لأنه كنا نعاني في فترة ماضية من آثار الطفرة الاقتصادية حينما كان الريال بالنسبة لنا لا يشكل شيء، الآن أصبح الريال ثمنه فيه. أكيد له قيمة. فيعني أنت تنصح يا أستاذنا ناصر أنه يكون في مكان آمن كحافظة، الواحد يعني دائما يجمع العملات المعدنية فيها ويعامل العملة المعدنية كالعملة الورقية.
لها ذات القيمة. بالتأكيد الطفل والمرأة أكثر من يستخدمون مثل هذا النوع أو مثل هذه الشريحة من العملة، ولذلك الطفل ستنشأ معه حاجته وتنشأ معها ثقافة أنه كيف يحصل أو يحافظ على الريال أو نص ريال أو ربع ريال، لأنه بيذهب إلى سوبر ماركت في المقاصف المدرسية. وهذا أمر من خلال هذا المنبر أنه إحنا ندعو إلى إعادة المقصف المدرسي. كثير من التجار الكبار في المملكة العربية السعودية هم من نشأوا وتربوا على المقصف المدرسي، صحيح. لأنه تعلم كيف التعامل مع النقد، كيف التعامل مع الادخار. أيضا الأم حينما يكون معها مثل الحقيبة الصغيرة هذه وتملى، يكون أيضا في صندوق ادخار للطفل، صحيح. ويكتب عليه ادخار في آخر الأمر، يكون معه المبلغ الفلاني. هو بينظر له أنه تسار عنده رصيد مالي، بيفكر بوعي آخر، بيفكر بالتجارة، بيفكر بالاقتصاد، بيفكر بكذا بكذا، لأن تعودنا على الصرف الصرف الصرف، لم نتعود على الادخار. أصلا صوت الكوينز هو بينحط في الحصالة أحلى من صوت الريال لما تحط الكوينز. وحاجة تانية حننحرم نشوفها يا أستاذ ناصر، ذكريات اللي قلوبهم مكسورة يكتبوها على الريال حننحرم نشوفها، خلاص حنتخلص اللي كانوا يكتبوا ذكرياتهم. طبعا هذه ظاهرة موجودة في كل أنحاء العالم، وللمعلومية يعني تراجعت نسبة الكتابة على العملة السعودية بنسبة كبيرة، صحيح. جدا جدا نتيجة أنه في عقوبات القانون الآن. لا ننسى أيضا أنه الوسائل مؤسسة النقد العربي السعودي لديها يوميا جمع مبالغ من الخمس العملات، الفئات من الريال الورقي إلى 500، وتعمل على إتلافها وإعطاء إصدار بدلها عملة جديدة. فبالتالي يعني حسب ما أتوقع أنه في مليون ريال تسحب من السوق يوميا، ويعني يعمل لها تشريط. يعني أستاذ ناصر يعني شكرا على هذه المعلومات القيمة، لكن الوقت داهمنا. شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل آخر فقرة من برنامج سيدتي. شكرا.